بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. الخيار ده هو يوم 26 الشهر ده هو 26 أكتوبر، بسينا الفيديو ده هو في نفس المكان وفي نفس البيت، بسينا الفيديو ده هو وقلنا ان احنا بنزرع خيار اللي انت شفته في الفيديو اللي فات يوم 26 يوم 16 10 او 16 اكتوبر. تمام، النهارده 23، يعني اليوم السابع. المنظر زي ما حضرتك شايف اهوت، تقريبا نسبه الانبات لا تقل عن 95% 96%، الحمد لله رب العالمين. طبعا اهوت ما شاء الله، اهي النبات اهو. طبعا احنا زرعين نقط ونقط، لا اهوت على العشرينات، النقط ده ما عليهوش والثانيه طالعه اهي، نقط ده ما عليهوش والثالثه طالعه وهكذا. تمام، في الوقت ده هوت لو عندك ترقيع ابدا رقع، ما فيش اي مشكل خالص. لو هتستنى شويه ما فيش اي مشكل، تستنى شويه لحد اليوم التاسع ولا حاجه. تمام، في اليوم السابع ابتدت دي اوراق فلقيه يا جماعه، دي الاوراق الفلقيه للجماعه المزارعين. دايما بنقول مصطلح الاوراق الفلقيه، دي اوراق فلقيه، ده هي ورقة حقيقية، دي ورقة حقيقية ابتدت تتشكل، بتبقى ورقة خيار حقيقية، دي أوراق فلقية. تمام، اللي بتطلع من البذرة يعني. تمام، في خلال الأسبوع ده هو كان كل حاجة دقيقتين مية مش أكتر من كده خالص، دقيقتين مية، ثلاث دقائق مية مش أكتر من كده. وإن الخيار بالذات زيه زي الفاصوليا كده، بيطلع على أقل نسبة رطوبة، على أقل نسبة رطوبة بيطلع. تمام، مفيش أي مشكل خالص، وخصوصا لو كانت فيه ظروف مسلة أو درجة حرارة مسلة في داخل البيوت المحمية. تمام، طيب النهاردة عملنا إيه؟ النهاردة اليوم السابع زي ما أنت شايف حضرتك كده، حقنا توبسين تحقن زي ما قلنا، بتدوب جرام في اللتر، جرام في اللتر، بتبدأ تسقي بكاسة، ياريت ما تحطهوش في الخراطيم دي عشان ما يهدرش منك كتير، كاسة تحت كل النبات وتسقي بيها كده. تمام، ديت بالنسبة للتوبسين. تمام، اليوم العاشر بإذن الله تعالى هتبدأ تسمد التسميد بتاعك لأول يوم، على ما تذكر كنا حاطينه هيومك. تمام، الهيومك ما يعتبرش تسميد، دي حاجة يعني حلوة كده للنبات عضوي. هتبدأ أنت في يوم 11 هيبدأ التسميد بتاعك، أعتقد بعد أربعة أيام من النهاردة، النهاردة سبعة، أربعة أيام من النهاردة هتلاقي في أربع ورقات كويسين على النبات، ويتحمل التسميد معاك وهيبقى تمام التمام. النبات طالع محترم جدا، طالع ما شاء الله رايق اهوت، ما فيش اي مشكل خالص لحشرات ولا اي حاجه. من الوقت ده هو تخد بالك من الرش الفطري والرش الحشري. تمام، الله يبارك فيك. تيجي سيادتك نهوت شايف المنظر بتاع ايدين العمال ده مشكله، حاول بقى تخربش جنب النبات. تمام، تخربش جنب النبات نهوت، لو من بكره الصبح تعمل عمليه الخربشه او بعد بكره، المهم على الثامن او تاسع يوم تبدا تعمل لنا عمليه الخربشه دهي. يا ريت ما تجيبش التراب دهون، تجيبه تاني هنا. ليه؟ انا عايزك الحته اللي طريه جنب النبات. ليه؟ لان يا جماعه النقاط لما بيرموا ميه هنا، الميه هنا، هنا ميه عذبه، لو في املاح هنا بتبدا الميه بتطرد الاملاح على المنطقه الدايره بتاعه الجدر دي. تمام، فلما بتطردها حضرتك المفروض ما تجيبش الاملاح دي تحطها فين؟ تحطها لي تحت النبات تاني، والا هيحصل عمليه خناق نهوت، او عمليه بيسموها عمليه البلزمه. تمام، وهتسبب لك خناق وهتعمل لك مشاكل. الميه اللي تنزل من هنا خليها تغسل، زي ما انت عايز تخربش يبقى تخربش الحته اللي جنب النبات اللي فيها نسبه الرطوبه دهي. خد بال سيادتك، لو ارضك فيها املاح في عمليه الخربشه لازم تاخد بالك من حاجه قبل ما تعمل عمليه خربشه، يا ريت تدي شويه ميه زايدين، شويه تزود الميه شويه. لو كنت بتدي خمس دقائق يا ريت تدي 10 دقائق عشان تطرد لك الاملاح هنا وما ترجعش انت الاملاح بايديك تاني. تمام، ويا ريت وانت قبل عمليه الخربشه لو قرك فيها املاح، ساعه ما بتدي الميه الكتيره تدي شويه مزيل ملوحه معاها، صدقني هتشيل عنك مشاكل كتير. تمام، طيب وبعد ما عملت عمليه الخربشه لو قرك فيها املاح تدي برده مزيل ملوحه تاني وريه غزيره. وبعد الخربشه يا ريت للي عنده أملاح واللي ما عندوش أملاح يا ريت تقدر تصوم لي النبات يوم، أو على الأقل إنك تعمل عملية الخربشة تروي الصبح، تعمل عملية الخربشة آخر النهار، تبيت النبات لو حتى لحد الظهر من غير مية، طبعا عشان النبات يبدأ يشتغل معاك كويس، وما تزرزقش مية ولا ترموا مية كتير جنب النبات، النبات طالع وزي الفل، أنت اللي بتدمر النبات. تمام، بتعمل الخربشة بصوابعك الحلوة دي، تمام التمام، ما عندناش مشكلة، هتعملها بالشوكة ديت ما عندناش برضو أي مشكلة خالص. تمام، وتبدأ تنفذ برنامج الرش، وتبدأ تنفذ برنامج
الرش الفطري او الحشري وتبدا تنفذ برنامج التسميد بتاعك، هتلاقي الامور لو مشيت خطوه بخطوه معايا هتلاقي الامور معاك كويسه خالص. عكيت انت حر بقى، تمام، ما تبقاش عوكل المدمر بالنسبه للنبات بتاعك. طلع النبات زي الفل كده، هو عايزك من اولها تطلع لنا حاجه محترمه ومحصول محترم. ان طلعت محصول محترم اكيد كل البشريه بتحترمك. اي حد عايز حاجه على الواتساب، بس يا ريت بس اللي ما يقوليش بقى اشرح لي من الاول وجديد تاني واعمل لي برنامج تسميد واللي اعمل لي دراسه جدوى. يا جماعه انا راجل بخدم الناس على الغلابه على اليوتيوب، اما الشركات ودي المفروض عندهم يعني عمالقه، انا ما اجيش جنبهم حاجه يعني مع نفسهم كده، مع ان الوطن العربي ما شاء الله يعني في نوادر ربنا يصحى للناس جميعا. بس يعني ده اللي احنا عايزين نقوله يعني. واخيرا يعني يا ريت اي حد ما يحجرش على اي حد في يسال اي سؤال، واعملوها يعني لله كله مسافر يعني، تمام، بس كده. السلام عليكم.